مرحبا شباب، معاكم خالد يا فاليوم اقترح اسوي لكم يوتيوب حلو شوفوها. وحنلعب اليوم يا شباب ماينكرافت. فحتسوي اول خطوة انك بدك تبني اشي، مثلا بدك اول اشي هذا الصورة، بدك هدول تبنيهم. طيب استخدمناهم هو بدك تستخدم، وتقدر تسوي اي اشي، كيف تسوي اي اشي بدكم اياه. فهدول بدك الاشياء، هدول الاشياء اللي بس او اذا لوحة بسيطة. او اذا انا سويت هيك هنا ولا شيء، هذا شيء حيصير. فحتبني هدول، اول اشي بدك وود صورة واي بلوك اللي بدك اياه، اي بلوك وود. فخلينا نسوي واحدة هذا واحدة، ما فيش اسم هيك، و لا مش هيك. فهذا حط معاك، فهذا الشرح بسيط. فرجعت هاي بدي اعلمكم كيف تسوي هذا الشغل. لسه اوريدي يعني انا عم بسوي يعني اي بسيطه اشي بدكم، او الود استخدموه اذا اي بلوك اذا بدك اي ود بلوك. فحنسوي لكم هذا الشرح بسيطة بسيطة بسيطة. اي روحة بدك اياها، اي ود، فأي شرح بدكم تسووه أو بتقدر هيك تسووه. يا رب تسووه. أخذ أخوي كيف عم بيسووه؟ مستحيل يسوي لهذا القد، لازم يعلمني. أنا صحيح أنا غلطان، صحيح آسف، هذا الشرح بسيط، أنا اللي كنت غلطان. أو بتقدر تسوي هيك، فأخوي طبعا هذا سيدي هناك. طبعا انا حسوي اي اشي، you
وتقدر تسوق اي راحة. اخوي بس تشوفوا اخوي اخوي كيف سويت فأي وتقدر طبعا انا شرحي غلط اخوي كيف هالسبب الاسم بدي اسوي لكم اياه بدي اسوي لكم ايش هو بيت اخوي حفظ لكم اياه هدول الماركت كلاش رويال هذي بيتي هدول ليفيدرز الله يستر اخوي هذي بيتي ليفيدر وصبوا كل هذا الليفيدرز هذا اخوي مكتوب عليه نور وشوفوا هذا اللوحة مثلا شوفوا مستحيل ندخل نشوف هيك فهذا اخوي سويه بس انا ما بعرف يعني كيف اسويه